السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أنا محمد العامري من مكتب مهارات نجاح للاستشارات التعليمية والتربوية ومركز الإتقان الدولي للتدريب. أرحب بكم في هذه الإطلالة عبر قناة مهارات النجاح للحديث عن أداة هامة جدا تساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على التخطيط بفاعلية وفق منهجية تسمى منهجية OCGM، وهي منهجية تستخدم لربط أهداف الغايات مع الأهداف العامة، مع الأهداف المرحلية أو ما نسميها الاستراتيجيات، مع الأهداف الإجرائية ومؤشرات الأداء والجدولة الزمنية. بلا شك أن كل مخطط كقائد أو أخصائي تخطيط أو مسؤول في أحد المنظمات، سواء كان منظمات حكومية أو منظمات قطاع يعني خاص أو قطاع أهلي، بلا شك أنه يريد أن يحصل على أداة يستطيع من خلالها أن يتتبع عمليات التخطيط من مرحلة الغايات إلى مرحلة الأهداف العامة، إلى مرحلة الأهداف المرحلية، إلى مرحلة الأهداف الإجرائية، ويربط ما بينها كلها في أداة بصرية تساعده أن يعرف ويتابع أين وصلنا حتى الآن، ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق. أيضا نحتاج إلى أداة، هذه الأداة تربط كل الأقسام داخل المنظمة، تربط كل المبادرات، تربط كل المهام اللي تتم بفاعلية، بحيث نستطيع أن نقوم بعملية تتبع الإجراءات وتتبع كل الأقسام وتتبع أيضا فاعلية وكفاءة العاملين. اليوم نحن في مكتب مهارات نجاح للاستشارات التعليمية والتربوية ومركز إتقان الدولي للتدريب نسعى للإجابة على تساؤل دائم يواجهنا في دورات إدارة المشاريع ودورات بناء مؤشرات الأداء ودورات التخطيط الاستراتيجي، وهو كيف نستطيع أن نقوم بالربط الفعال بين مستويات الأهداف الموجودة لدينا؟ كيف أستطيع أنا كقائد أو أنا كمدير أن أقوم بعملية المتابعة لكل الأعمال مع إمكانية أن أعرف ما الذي أنجز وما الذي لم ينجز؟ لذلك سأقدم لكم أداة تسمى أداة التخطيط وفق استراتيجية OCGM، وهي إطار عمل فعال وذو كفاءة عالية جدا يساعد المدير بإذن الله سبحانه وتعالى على إنجاز مهام التخطيط بكل سهولة وبكل يسر وبمتعة أكثر. سيكون معايا عرض باوربوينت، هذا العرض سأستخدمه لتوضيح ما الذي نحن سنقوم بإجراءه. احضروا أقلام، احضروا أوراق، لا مانع من تصوير الشاشة، نحن هدفنا الأساسي هو أن تستفيدوا وأن نقوم بعملية تزويد المدير العربي والقيادي العربي والمخطط العربي بأدوات فعالة تساعد في نهضة المنظمات، استفادت منها الشركات الكبرى واستفادت منها المنظمات الكبرى في نهضتها. لذلك أرجو أن تستفيدوا من هذا العرض وأرجو أن تعكسوه واقع ممارسات في أعمالكم. في أي لحظة، أي سؤال، أي استفسار، أرقامي ستكون بادية لكم، ممكن تتصلوا علي في أي لحظة حتى تستفيدوا من هذا العرض، تستفيدوا من معلومات أخرى نقدمها لكم. نحن نرى أنفسنا في مكتب مهارات نجاح وأيضا مركز الإتقان الدولي للتدريب، نرى أنفسنا بأن احنا مسؤولين عن نشر الثقافة في مجتمعنا العربي بكل أقطار مجتمعنا العربي والإسلامي. إخوتي الكرام، خلنا نتعلم كيف نستطيع أن نحسن أداء منظماتنا. يلا تعالوا بنا نروح نشوف العرض. مرحبا بكم في هذا العرض اللي سيتحدث فيه عن التخطيط وفق نموذج استراتيجية OCGM أو نسميها OCGM Framework Template. في هذا العرض سأتحدث فيه عن كيف تستطيع أن تقوم بربط خطتك الاستراتيجية مع الخطة التشغيلية بكفاءة وفاعلية. هذا العرض مهم لكل مدير، مهم لكل مخطط، مهم لكل مدرب، ومهم لكل مطور للأعمال في منظمته. هذا العرض فعال وذو كفاءة، جربناه في أكثر من مرة وفي أكثر من خطة أثناء بناءها للمنظمات، ووجدنا أن نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى الحصول على نتائج مذهلة. كل ما أريد منكم هو تتبع معي هذا العرض والاستفادة منه ثم تطبيقه في ممارسات الأعمال الموجودة لديكم، واستجدون بإذن الله سبحانه وتعالى فائدة كبيرة جدا لتطبيقه. أولا أيها الأحبة، ما هي أهدافنا من خلال هذه الجلسة التدريبية؟ نحن هدفنا نتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى بعد نهاية التعرف على هذه الوحدة التدريبية التي بعنوان التخطيط وفق نموذج استراتيجية OCGM، أن يكون المشارك قادرا بإذن الله سبحانه وتعالى على التالي. أولا أن يتعرف على مكونات نموذج استراتيجية OGCM. أيضا اثنين، أن يكون المشارك قادرا بإذن الله سبحانه وتعالى على أن يدرك أهمية التخطيط وفق نموذج استراتيجية OGCM في بناء منظمته وفي إطار العمل التطبيقي في واقعه الإداري. رقم ثلاثة، أن يتعرف المشارك ويعرف كيفية استخدام نموذج استراتيجية OGCM في عملية التخطيط داخل منظمته. أيضا هدفنا أن يقوم بربط أهداف الغايات مع الأهداف العامة مع الاستراتيجيات والمؤشرات وفق نموذج OGCM. أيضا نحن نحتاج أن يكون مدرب بإذن الله سبحانه وتعالى قادرا على استخدام نموذج تصميم الأهداف لعمليات التخطيط وفق نموذج استراتيجية OGCM. إذا تعالوا بنا نتعرف أولا على هذا النموذج، ما هي مكوناته، تعالوا نتعرف على كيف نستطيع أن نقوم بعملية استخدامه في أعمالنا.
بداية أيها الأحبة، هذه الاستراتيجية استراتيجية OGCM هي عبارة عن أداة تستخدم منذ عام 1950 خاصة في اليابان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدمت في كثير من الشركات في اليابان من ضمنها حتى شركة تويوتا من أجل المساعدة في نهضة اليابان كدولة تريد أن تخرج من حياض الحرب العالمية، واستخدمت كثيرا في التخطيط في أكثر من 500 شركة من الشركات العالمية الأكثر ربحية على مستوى العالم، ومن أشهرها شركة بروكتر أند جامبل. هذه الشركة تستخدمه بشكل كبير جدا، وهي من الشركات التي ساعدت في نشره وتعريفه بشكل أكبر. هذا الإطار مكون من أربع مكونات أساسية. المكون الأول هدف الغايات، أو ما نسميه الأوبجيكتيف. هدف الغايات هو الغاية الكبرى التي تسعى المنظمة لتحقيقها خلال سنة، خلال سنتين. ما هي الغاية الكبرى لتطمح المؤسسة لعملية تحقيقها؟ هنا نتحدث عن عبارة عن توجه عام أو أسلوب تود التركيز عليه خلال العام في كل مجالات عملك. فمثلا ممكن أن تركز على رضا العملاء، أو التركيز على تحسين العمليات، أو التركيز على الأداء المالي والإدارة المالية لمنظمتك. الخلاصة، ما الذي تريد أن تحققه بشكل عام في العام القادم؟ يعني الغاية، ماذا تريد أن تحقق في العام القادم بشكل عام؟ عادة غايات المؤسسات لا تخرج عن 5 مكونات، وهي الإنتاجية، أيضا الربحية، الربحية أقصد بها تحقيق الأهداف، ليس شرطا أن تكون أهدافا مالية، فالربحية معناها أن تحقق الأهداف التي وضعت أصلا في الموازنة. مثال على ذلك، لو كنا نحن جمعية لتحفيظ القرآن الكريم، فمجرد أن يتخرج معك حفاظ فهذا يعتبر ربحية. لو كنت مستشفى، فمجرد أن يكون لديك متعافين فهذا يعتبر ربحية. لو كنت مدرسة تعليمية، فمجرد أن يتخرج معك طلاب منجزين فيعتبر ربحية. لو كنت جامعة، فوجود متخرجين بدرجات عليا يعتبر هذا ربحية. إذن 1 الإنتاجية، 2 الربحية، 3 الاستمرارية، أن يكون لديك استمرارية في العمل بحيث يصبح لديك قدرة على أن يكون سيرورة للعمل مستمرة. النقطة الرابعة عندنا النمو، ويجب أن يكون عندنا تطور أفضل من السنة الماضية بشكل عام. ثم بعد ذلك لدينا أيضا ما نسميها التنافسية، أن يكون عندك قدرة على التنافس مع العاملين معك في مجال قطاعك وفي المجال الذي يتشاركون معك في نطاق عملك. إذن عندنا أهداف تسمى أهداف الغايات. أنت مع فريق العمل عندك تجلسون سوية وتبدأون تضعون ما هي الغايات الكبرى التي أنتم تريدونها في منظمتكم خلال العام القادم. هذا المكون الأول. المكون الثاني، تأخذ من هذه الأهداف الغايات، تفتت هذه الأهداف الغايات إلى أهداف تسمى الأهداف العامة أو نسميها goals. هذه الأهداف العامة عبارة عن أهداف محددة تنطبق عليها مواصفات الهدف الذكي سمارت، أن يكون محددا، أن يكون مقاسا، قابل للتحقق، واقعي، له إطار زمني. وممكن أن تعودوا أيضا لقناتنا، وستجدوني شرحت أيضا الأهداف الذكية، أهداف سمارت بالتفصيل، شرحتها ومتى تستخدم. ثم أيضا بعد ذلك نحن نحتاج إلى استراتيجيات، وممكن نقول هنا الاستراتيجية بأنها عبارة عن هدف مرحلي أو استراتيجية مرحلية تريد أن تحقق بها الهدف العام. إذا لدينا هدف غاية، ثم بعد ذلك نأخذ منه أهداف تسمى أهداف عامة نستل من الهدف العام، ثم هذا الهدف العام لن نستطيع أن نحققه مرة واحدة، فسنحققه وفق استراتيجيات أو وفق مراحل. كل استراتيجية تعتبر عن مشروع أو مبادرة أو وسيلة لستقوم بها لتحقيق الهدف الذي وضعته في المرحلة الثانية، سواء كان الهدف خلال سنة أو هدف استراتيجي خلال عدة سنوات. وتكمن أهمية هذه المرحلة في تحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف ووضع موعد للتنفيذ ومتابعة التنفيذ. فبداية كل أسبوع لديك مواعيد لتنفيذ وسائل تحقيق الأهداف، ونهاية كل أسبوع لديك جلسة للتأكد بأن هذا الأمر فعلا تم تنفيذه والتعديل عليه عند الحاجة. ومن أهم النقاط في هذه المرحلة هي أن أي هدف تجد صعوبة في تحقيقه عليك أن تغير في استراتيجية تحقيق هذا الهدف، أي غير في وسائل التنفيذ، غير أيضا في المراحل، ممكن تقسمها تجزئها بحيث تكون إشكالية في الوسيلة وليس الإشكالية في الأهداف الكبيرة وفي موعد تنفيذها، بحيث تستطيع أن تكون قادرا بإذن الله على التحقيق. إذن لدينا هدف يسمى هدف غاية، هذا الهدف الغاية سنأخذ منه أهداف عامة، هذه الأهداف العامة سنطلع منها استراتيجيات أو ما نسميها أهداف مرحلية لتحقيق أهدافنا تتوافق مع إمكانياتنا في كل مرحلة. ثم بعد ذلك لدينا القياس ميجرز، وهو عبارة عن تكون لديك القدرة على قياس ما الذي أنت تريد أن تحققه. هي عبارة عن مؤشرات تقيس مستوى نجاحك، والتي يمكن أن تكون هي الحد الأدنى أو الحد الأعلى لقياس تحقيق أهدافك. تحقق فيها ما هو خط الأساس وما هو الخط المستهدف، وتحقق وتضع فيها مؤشرات لقياس أدائك. هنا تعبر عن جداول زمنية كيف ستخطط، وهنا تحدد من المكلف بالأمر، من المنفذ، من سيقوم بعملية الإشراف على المنفذ، أيضا ما هي متطلبات التنفيذ، أين مكان التنفيذ، ما هي خطوات عملية التنفيذ التي
تريد أن تقوم بعملية قياسها. في بعض الأحيان قد يكون لدينا مؤشر عام للهدف الذكي ومتمة في مؤشرات تفصيلية تظهر هنا عندنا في عملية القياس أثناء الإجراءات. ولكل وسيلة ضمن الاستراتيجية تكمن عندنا أهداف نسميها أهداف تشغيلية، أهداف تفصيلية صغيرة ومؤشرات تقيس ذلك. المؤشرات مهمتها لقياس التقدم نحو تحقيق الأهداف وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة عند التعثر في تحقيق الهدف. أريد أن أذكركم بالقاعدة الذهبية في علم الإدارة، كل ما ليس له مقياس لا يمكن قياسه، ولا يمكن التحكم في إدارته، ولا ضبط جودته، ولا القدرة على تحسينه، ولا القدرة على التنبؤ بمخاطره. ولذلك نحن هدفنا الآن الأساسي هو أن نقوم الآن بعملية تحويل أهداف الغايات إلى أهداف عامة، ثم الأهداف العامة إلى استراتيجيات أو ما نسميها تكتيكات مرحلية، ثم بعد ذلك لدينا عمليات قياس من خلال أهداف تسمى أهداف إجرائية، نضع لها مؤشرات ونقوم بقياسها حتى نتأكد هل نحن فعلا حققنا الهدف أم لم نحققه. إذا نحن سنمر الآن بمرحلة نسميها مرحلة الآن الربط الكامل لكل خطتنا الاستراتيجية ما بين الخطة الاستراتيجية وما بين الخطة نسميها الخطة التشغيلية. هذا الربط سيمكن القائد وسيمكن رؤساء الأقسام وسيمكن مدراء المباشرين وسيمكن أيضا المنفذين لمعرفة ما الذي ينفذ وما الذي لم ينفذ وما هي متطلبات التحقق بجودة عالية. لذلك إخوتي الكرام نحن نريد عندما نتحدث عن عملية الربط في استراتيجية OGCM نحن نريد محاولة تحويل الخطط الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية ذات كفاءة وذات فاعلية نستطيع من خلالها فعلا أن نقيس هل نحن حققنا الأهداف أم لم نحققها، حيث تحد الفجوة عادة ما بين التخطيط الاستراتيجي وواقع الممارسات في واقع المنظمة تعد واحدة من التحديات الكبيرة اللي تواجه كثير من المؤسسات. فحين ندخل عند بعض المؤسسات نجد لديهم خطة استراتيجية رائعة لكنها هناك قصور في التنفيذ في الخطة التشغيلية، أو قد نزور أحد المؤسسات نجد أن عندهم خطة استراتيجية غير واضحة لكن هناك ممارسات ممتازة على مستوى التخطيط التشغيلي. السؤال كيف نستطيع أن نربط ما بين التخطيط الاستراتيجي وما بين التخطيط التشغيلي بجودة وفاعلية؟ كيف أيضا نستطيع أن نشرك كل المنفذين من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطى إلى إدارة رؤساء الأقسام ثم بعد ذلك المنفذين كلنا نشترك في فهم ما هي الاستراتيجية ونفهم كيف نستطيع أن نفعل؟ واستراتيجية OGCM هي استراتيجية فعالة كأداة ذات فعالية كفاءة جدا عالية في سد هذه الفجوة، حيث تساعد بشكل كبير هذا الإطار على تنظيم وترابط محتوى الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية وقياس نواتجها. قد جربت شخصيا في أكثر من جهة عندما قمت بعملية التخطيط لهم كنت في السابق أعطيهم خطتين وأشعر أن هناك فجوة في الجسر ما بين الخطتين. عندما بدأنا نستخدم استراتيجية OGCM وجدنا أن هناك قدرة كبيرة جدا أن نربط الخطتين وبفاعلية ونستطيع أن نبسط الأمر للمنفذين ويستطيعوا تتبعه. السؤال كيف سنعمل هذا الأمر؟ حتى نستطيع أن نتمكن من هذا الأمر سنقوم الآن بعملية التخطيط بالشكل التالي. أولا حدد ما هي الغايات التي أنت تريد أن تحققها خلال سنة أو 3 سنوات كغايات كبرى في مؤسستك. هذه الغايات قد تكون كما قلت قد تكون غايات إنتاجية، قد تكون غايات ربحية، قد تكون غايات استمرارية، قد تكون غايات خاصة بالنمو، قد تكون خاصة بالتنافس. حدد الغايات اللي تريدها، حدد هذه الغايات واكتبها بعبارات وصفية. فهنا نتكلم نحن الآن عن غايات كبرى وبالتالي العبارات عندنا ستكون عبارات وصفية ليست عبارات كمية، ما زلنا حتى الآن في مستوى أعلى. لذلك أولا اكتب ما هي غاياتك اللي تريد تحقيقها خلال هذه السنة أو خلال 3 سنوات القادمة، ثم بعد ذلك ابدأ الآن حدد هذه الغايات الكبرى، حول وقسم هذه الغايات الكبرى، قسمها إلى أهداف تسمى أهداف عامة. هذه الأهداف العامة تتناغم بينها، تتكامل، تتدرج، لكن النهاية الأخيرة لها هي تحقيق هدف الغاية الكبير. إذا كل هدف غاية سيتحول معنا إلى مجموعة من الأهداف العامة. ممكن يكون هدف عام واحد، ممكن يكون هدفين، ممكن 3، ممكن 4، لكن نصيحتي لكم دائما رشدوا في الأهداف العامة حتى لا تكثر عليكم الاستراتيجيات ولا يكثر عليكم أيضا المؤشرات. كلما رشدنا في الأهداف العامة استطعنا أن ننجح. تذكروا دائما شجرة واحدة مثمرة خير من غابة من أنصاف أشجار. هدف واحد عام مثمر ويحقق إنجازاته خير من وجود غابة من الأهداف العامة وفي الأخير لا نستطيع أن نحققها. إذن اكتب أهداف عامة، عبر عنها كميا، ما الذي تريد أن تحققه في كل هدف عام كميا، ماذا تريد أن تحقق بشكل كمي بنهاية هذا الهدف العام، ماذا تريد أن يخرج معك شيئا ما ملموس. ثم بعد ذلك حول كل هدف عام، قم بتحويله إلى استراتيجيات أو ما نسميها بمراحل، وعبر عنها بشكل وصفي، ماذا تريد أن تكون موجود لديك في هذه المرحلة.
إذا هنا حول أهدافك العامة إلى استراتيجيات ومراحل قابلة للقياس. ما الذي تريد أن تحصل عليه بنهاية هذه الاستراتيجية أو بنهاية هذه المرحلة؟ ماذا تريد أن تحصل عليه؟ إذا كل غاية سنحولها إلى أهداف عامة، كل أهداف عامة سنحولها إلى استراتيجيات قابلة للقياس أو مراحل قابلة للقياس. ثم بعد ذلك حول كل استراتيجية أو كل مرحلة، قم بتحويلها إلى إجراءات ومؤشرات قياس. هذه المؤشرات قياس تحدد من خلالها ماذا نريد أن نفعل، من سيقوم بالتنفيذ، لمن، من هم المستفيدين نريد أن نقوم بتنفيذ الخدمة لهم، متى سنقوم بالإجراء التنفيذ، متى له بداية وله نهاية، أي أنه مزمن، له زمن ببداية وله زمن للنهاية، وليس فقط مؤقت بحيث أن نكون تركز فقط على النهايات، لا، ركز أن له بداية وله نهاية. أيضا أين سننفذ هذا الإجراء، بما، ما هي الأدوات التي سنستخدمها في الإجراء، بكم من المال، بكم من الجهد سننفذ هذا الإجراء، كيف سننفذ هذا الإجراء، هل عندنا وسائل لتقييم هذا الإجراء؟ إذا اسأل نفسك هذه الأسئلة كلها عندما تقوم بوضع إجراءات التنفيذ ومؤشرات القياس. إذا نحن سنقوم الآن بتحويل الأهداف للغايات إلى أهداف عامة، الأهداف العامة سنحولها لأهداف استراتيجية، والأهداف الاستراتيجية سنحولها إلى إجراءات تنفيذية، وسنكلف الموظفين بها وسنقوم بمتابعتها. وهذا هو جمال وقوة هذه الاستراتيجية اللي اسمها استراتيجية OGCM التي نريد أن تنتشر في عالمنا العربي، لأنها استراتيجية واحدة وإطار واحد وفي ورقة واحدة تستطيع من خلاله أن تتابع كافة الأعمال الموجودة في منظمتك. يخلق التخطيط الدقيق استراتيجيات يمكن قياسها مقارنة بأهدافك. تستطيع هنا أن تقارن ما الذي تحقق وما الذي لم تتحقق، وهذا الشيء هو الذي نحن نريده أن ينتشر في واقعنا حتى نستطيع أن نشعر بأن احنا فعلا جالسين نقدم إضافة. أريد أن تتأكد من الشيء التالي، أن سؤال أهداف الغايات ورؤيتنا وسؤال أهداف العامة، هنا نتساءل نحن سؤال ماذا نفعل، أي ما الذي نريد أن نحققه، ما الشيء اللي راح نفعله خلال سنة أو سنتين، ما هو الإطار العام، رؤيتنا الاستراتيجية إلى أين نحن متجهين خلال سنة أو سنتين. فالتركيز على تحديد الوجهة كأنها بوصلة ترشدنا نحن إلى أين ذاهبين. هذا شيء مهم جدا أن يعرف موظفينا وأن يعرف رؤساء الأقسام وأن يعرف مدراء الإدارات وأن يعرف المدير العام المنظمة أين متجهة خلال هذه السنة أو السنة القادمة في مبادراتها الكبيرة جدا وفي رؤاها الكبيرة كأهداف غايات وأهداف عامة. أما منطقة الاستراتيجيات والمؤشرات الإجرائية فهي إجابة على السؤال كيف نفعل، معناه التركيز على إجراءات العمل. تذكروا دائما أن حتى يستطيع الموظف أن يقوم بإنجاز المهمة المطلوبة منه هو يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول ماذا أفعل، والسؤال الثاني كيف أفعل. ماذا أفعل؟ تحدد أهداف غايات، أهداف عامة، تحدد لي أنا ما الذي يجب علي أن أفعله. أما كيف أفعل؟ تحدد أهداف مرحلية وأهداف إجرائية وتحدد مؤشرات أداء ويحدد دليل إجرائي. إذا نحن نريد أن نتناغم ما بين خطتين، الخطة الأولى الخطة الاستراتيجية التي تحدد ماذا يجب أن أفعل استراتيجيا خلال السنة أو السنوات القادمة، والخطة التشغيلية التي تحدد كيف سأفعل، ما الذي يجب علي أن أقوم به في الفعل حتى أستطيع أن أحققه بشكل ما إجرائي. هذا التناقض هو ما سيجعل بإذن الله سبحانه وتعالى مؤسساتنا قادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق أهدافها بكل جودة وبكل كفاءة. السؤال الآن كيف نستطيع أن نفهم هذه المكونات بشكل أكبر؟ أولا بالنسبة لأهداف الغايات أو ما نسميها الأوبجيكتيف، هي تسأل سؤال ماذا تريد أن تحقق؟ أنت ما الذي تريد أن تحققه خلال سنة أو خلال 3 سنوات القادمة؟ تحديد أهداف غايات شاملة، ويجب أن مراعاة أن تكون مستقرة موجزة مرتبطة برؤية المؤسسة، بمعنى ما السبب الموجود من أجله المنظمة. ولذلك سميت أهداف غايات لأنها تجاوب على سؤال لماذا المنظمة قائمة، وبالتالي هي تستمد هذه الأهداف من نطاق ترخيصها الأساسي، من غاية وجودها الأساسية التي رخصت المؤسسة لإقامتها من أجله. إذن يجب أن تكون كل أهداف الغاية عندنا تصب في الغاية الأساسية من وجود المنظمة. هذه الأهداف الغايات تكون خلال سنة، تكون خلال سنتين، 3 سنوات، كبعد استراتيجي للمنظمة. أيضا بعد ذلك لدينا أهداف تسمى أهداف عامة goals. هذا الهدف العام السؤال فيه كم الثمن، كم ستدفع أنت من تكلفة مالية، سواء في بطاقة الأداء المتزن في 4 جوانب، أما في نطاق العمليات أو في نطاق رضا المستفيد أو المتعاملين أو في نطاق النمو والتعلم أو في نطاق الخدمات الداخلية كعمليات داخلية. إذن لدينا السؤال كم سأدفع من المال والتكلفة والموازنة حتى أستطيع أن أحدد هدف الغاية. ولما أقول كم الثمن، ليس الثمن فقط مال، قد يكون الثمن استخدام مواردك البشرية، استخدام مواردك المادية، استخدام مواردك أيضا المعلوماتية، استخدام هذه الموارد كلها لتحقيق أهدافك اللي تسمى أهداف الغايات. كم ستبذل أنت من الجهد،
كم ستبذل من العمل، يعني زي ما يقولوا كده بعض الإخوة في بعض الدول، كم راح تشتغل على هذا المجال، أنت كم راح تدفع من فاتورة حتستطيع أن تحقق هذه الغاية. فهنا أنت تجزئ هدف الغاية، تجزئه إلى أهداف عامة، يمثل كل هدف مشروع يحقق من الغاية. ويجب مراعاة أن تكون الأهداف هنا في مرحلة الأهداف العامة أهداف ذكية بحيث تستطيع أن تقيسها بشكل فعال. ثم بعد ذلك يأتي عندنا الاستراتيجيات، ما نسميها استراتيجيك. هذه الاستراتيجيات، السؤال كيف سنصل لهدفنا، ما هي المراحل، ما هي التكنيكات اللي راح نسويها. اذا هنا حدد ما البرامج، ما الاستراتيجيات، ما المراحل، ما البدائل، ما الطرق اللي انت ستستخدمها حتى تستطيع ان تحقق هدفك. حدد النطاق العام لكل مشروع صغير سيحقق لك هدفك العام عندك، ماذا يشمل العمل وماذا لا يشمل، حدده بدقه، ما الذي تشمله المرحله وما الذي لا تشمله، بحيث يكون لديك نطاق سكوب واضح. حدد فيه المواصفات، حدد فيه التكلفه، حدد فيه ايضا الزمن الخاص بكل استراتيجيه من الاستراتيجيات. ويجب مراعاه المرونة في الاستراتيجيات والمراحل بحيث ان انت تكون هذه الاستراتيجيات والمراحل تتناسب تماما مع طبيعة اقسام الموجودة لدينا ومع طبيعة قدرة منفذي على التنفيذ. وذلك عملية التخطيط هي عملية تشاركية، لا تستأثر انت كقائد بان تقوم بوضع الخطة وفق استراتيجية OGCM وحدك في المكتب، لا، اشرك العاملين معك، جيب المنفذين اجلسهم سوا، ضع هذا النموذج امامهم وخليهم يشاركون هم في بنائها وخليهم يجدولون العمل بما يتوافق مع امكانياتهم، ثم قم بالتسديد والتقريب ما بينك وبينهم حتى تستطيعون أن تصلوا إلى أداء موفق. فنحن نريد القرار الرشيد الذي يمكن تنفيذه. أنا أعرف دائما أن القائد يريد أن يحصل بسرعة على أهدافه، لكن ما هي إمكانيات المنفذين وما هي حجم العمل الموجود لديهم. ثم أيضا لابد من إدراج كل الاستراتيجيات، يجب أن تدرج ضمن ميثاق الأداء لكل موظف حتى يصبح عندنا موظف مكلف بهذا العمل نستطيع أن نتابعه ونستطيع أن نقيسه. ثم بعد ذلك تأتي عندنا القياس. في القياس السؤال كيف سنفحص النتائج، كيف سنتأكد ان احنا فعلا كنا شغالين بشكل جيد، ما هي الاجراءات، ما هي اجراءات العمل اللي سنعمل من خلالها. اذا التركيز على ربط الاجراءات مقارنة بالمقارنة المرجعية ومؤشرات الاداء لتسهيل المتابعة. هنا عندنا هدف اساسي ان نعرف ما الذي نحن نفذناه، هل نفذ ام لم ينفذ، كيف نستطيع ان نتابع عملية تنفيذه. ويجب ان يكون لدينا مؤشرات، هذه المؤشرات فاعلية ومؤشرات كفاءة تقيس لنا هل فعلا نفذنا بفاعلية، هل فعلا نفذنا بكفاءة. وهنا اريد ان اؤكد على الشيء التالي، ان الجودة هي التطابق، التطابق بين المواصفة التي نحن كتبناها وبين أيضا الإجراء الذي نحن قمنا بتنفيذه. وبالتالي سنفحص هل فعلا حصل تطابق ما بين دليلنا الإجرائي في الاستراتيجيات اللي كتبناها وما بين الواقع الحقيقي، ونقوم بالقياس لنتأكد من ذلك. تستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs كنقاط فحص ومطابقة للجودة. وبالتالي أنا قد نزلت أيضا في قناة مهارات النجاح شرح كامل لمؤشرات الأداء وكيفية بنائها وكيفية استخدامها. وتستخدم هذه الاستراتيجيات أو نسميها المؤشرات لعملية ربط التوافق في الخطة ما بين الأهداف الغايات والأهداف العامة والاستراتيجيات حتى نتأكد فعلا أن احنا نفذنا ما يراد تنفيذه، ونتأكد أن كل موظف عندنا قام بالمهمة المكلف لها بعناية وفاعلية. إذن عندنا أربع مكونات، هذه الأربع مكونات ستربط خطتنا الاستراتيجية مع خطتنا التنفيذية. الخطة الاستراتيجية تشمل أهداف الغايات والأهداف العامة، والخطة التكتيكية تشمل أهداف الاستراتيجيات وأهداف القياس. توجد دائما في المنظمات نوعين من التخطيط، خطة استراتيجية وخطة نسميها خطة تشغيلية. إلا أنه في واقع بعض الممارسات، بعض الدوائر الحكومية نتيجة لوضع صرف الميزانيات قد توجد ثلاث مراحل، وهي خطة استراتيجية وخطة تنفيذية وخطة تشغيلية. الخطة التنفيذية ظهرت هي عبارة عن الأهداف العامة اللي نتكلم فيها عن سنة، في حدود سنة ماذا يجب أن نفعل، الميزانية تصرف لهم في سنة واحدة ولا يمكن أن تربطها بأكثر من سنة. أما في القطاع الخاص ممكن ربطها بأكثر من سنة، وبالتالي ممكن يكون عندنا فقط خطتين، خطة استراتيجية وخطة تشغيلية. إذا مهما كانت أنواع الخطط هي في الأساس هي نوعين، استراتيجي وتشغيلي، فهي ستكون مكونة من شيئين، أهداف غايات وأهداف عامة وأهداف استراتيجية وأهداف قياس، وبالتالي يجب أن تتناغم هذه الخطط. الآن السؤال، يا ترى وفق هذه الاستراتيجية ما الذي يجب أن نركز عليه؟ في أهداف الغايات في الأوبجتيف نريد أن نركز على الشيء التالي، تحديد وبعناية مع موظفينك، أن تجلس سوية أنت وياهم وتحدد وبعناية في العنصر الأول ماذا تريد أن تحققه ولماذا ولأي غاية نتجه، إيش هي الشيء اللي تتجه له. ويجب أن يكون لدينا القدرة على إقناع الموظفين لإلهامهم بهذه الغاية حتى يعرف كل موظف أنك أنت تساهم في الغاية الكبرى، أنت تساهم الآن في صناعة الهدف الكبير من المنظمة. وبالتالي يجب أن يكون لدينا خطة تشاركية، الكل نجلس سوا والكل نحن نقوم بعملية التشارك. بلا شك بأن هذه الفكرة تستمد أفكارها من دراكر،
أبو علم الإدارة بالأهداف أو نسميها اليوم الإدارة بالنتائج. فدركر يؤكد بشكل كبير جدا أن التخطيط هو عملية تشاركية، ولذلك رئيس مجلس الإدارة يسعى من خلال وضوح أهداف الغايات وإيضاحها للموظفين والعاملين بكل مستوياتهم حسب صلاحياتهم وإشراكهم في ورش العمل أن تكون الغاية بالنسبة لهم واضحة والتوجه نحن إليه متجهين واضح. إذا نحن نحدد هنا ماذا نريد أن نحقق ولماذا هذه الوجهة نحن اخترناها. ثم بعد ذلك لدينا أهداف عامة goals، ماذا نريد أن نحقق قياسه، إيش الشيء اللي نتأكد نحن قسناه حتى نستطيع أن يصب في الأهداف اللي اسمها أهداف الغايات. فنحن سنفتت أهداف الغايات إلى مراحل ونسلم كل هدف إلى إدارات مسؤولة عن تنفيذه، وسنعتبر أن كل إدارة مالكة لتنفيذ هذا الهدف العام وهي المسؤولة والمعنية به، وعندهم سيكون مساءلة نسألهم ما الذي تحقق في هذا الهدف العام. إذا نحن سنأخذ هدف الغاية وسنحوله لأهداف عامة، ثم كل هدف عام سنحوله لاستراتيجيات أو ما نسميها مراحل. سنسأل سؤال، ما البرامج، ما المراحل، ما الدوافع التي تجعلنا نستطيع أن نعمل ذلك، ما تحليل العملاء اللي سنقدم لهم، ما نطاق العمل. نطاق العمل أقصد به ثلاثة أشياء، ما هي المواصفات، ما هي التكلفة، ما هو الزمن لتنفيذ هذا الإجراء. إذن يجب أن أشرك الموظفين معايا حسب درجاتهم، حسب درجات الصلاحيات اللي عندهم حتى يستطيعوا أن يضعوا معايا هذه المكونات. ثم بعد ذلك عندي رقم 4، ما هي الإجراءات، ما هي مؤشرات الأداء التي من خلالها أستطيع أن أحكم أن فعلا الغاية اكتملت والآن الصورة صارت كاملة، فأحكم أن مؤشراتنا اكتملت والمتابعة تمت والأنشطة اللاحقة تمت وميزانية التحسين تمت. إذن كل ما كان عندي تكامل، كل ما كان عندي تناغم ما بين أهداف الغايات والأهداف العامة والاستراتيجيات والإجراءات ومؤشرات القياس، كل ما كان عندي خطة استراتيجيك وخطة تكتيكي صارت مرتبطة ببعض قادرة بإذن الله على التنفيذ بعناية بشكل عالي. وكل المؤسسات اللي سبق أن احنا في مكتب الاستشارات قمنا بوضع خطط استراتيجية لهم أو خطط تشغيلية بهذا الأسلوب، كان من الجميل عندنا هو سهولة عملية التخطيط وسهولة عملية المتابعة، سهولة أيضا الحصول على نتائج، سهولة عملية قياسها. لذلك إخوتي الكرام نحن نحتاج إلى جلسات تشاركية مع المنظمات. لعلك تسألني سؤال، من الأفضل أن يأتي مستشار من الخارج ويقوم بعملية صناعة الخطة؟ أنا لا أرى ذلك، أنا أرى أن من يصنع الخطة والفاعلين في الخطة وفي بناء الخطة هم الموظفين والعاملين في نفس الإدارة بأنفسهم، إنما هم يحتاجون إلى نموذج مرشد يساعدهم لفهم كيف يتم عملية التخطيط. ولذلك نحن ننشر مثل هذه النماذج الفعالة من أجل تساعد مدير وتساعد القائد وتساعد القائم بعملية التخطيط، أخصائي التخطيط داخل المنظمة وأخصائي بناء المؤشرات داخل المنظمة، أن يفهم كيف يتم عملية التخطيط داخل المنظمة. يسمى هذا النموذج نموذج مرشد أو من نسميه فريمورك، أي إطار عمل، إطار عمل سيجعل الجميع يعمل معه. والجميل فيه أن هذا النموذج سهل وقابل بإذن الله سنتالي عملية الأتمتة. الآن السؤال، هذا الإطار على الرغم من استراتيجيته لن تحل هي المشاكل بنفسها، لكنها بتساعدنا على عملية التفكير بشكل منطقي، فهي ليست حل سحري إنه مجرد أستخدمه أحصل على كفاءة وفاعلية، لكن لها فوائد كبيرة. إطار OCGM OGSM هذا له إطار فائدة كبيرة جدا في عملية ربط الخطة كما قلت الاستراتيجية بالخطة التشغيلية. ما الفوائد اللي ممكن نحصل عليها من خلال عملية تطبيقه؟ أول فائدة كبيرة جدا سنحصل عليها التأكد من أن جميع الأهداف والاستراتيجيات والإجراءات ترتبط مباشرة بالهدف العام، وهذا ما نسميه الموائمة. فأهم شيء ممكن نحصل عليه هنا هو الموائمة ما بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية، التأكد أن كل أهدافنا تم تغطيتها وتم ربطها مع بعض منسجمة ببعض، حتى لا يحصل عندنا أن في عندنا أهداف تكون تغرد خارج السر. إذا أول شيء وأول فائدة هي التناغم، أن يكون عندنا هارموني ما بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف المرحلية. الشيء الثاني حشد الجهود وتوحيدها بما يحقق أفضل أداء مخطط له من البداية ويمكن قياسه. إذا من البداية إحنا عندنا سيكون عندنا أهداف قابلة لعملية التخطيط، قابلة بعملية الآن قياس، نعرف ما الذي نحن نفذناه وما الذي لم ينفذ ومن الذي حتى الآن ما زال متأخرا في عملية التنفيذ. هذا شيء جدا رائع. وكلمة حشد الجهود معناها ماذا؟ أن أجعل كل الإدارات اللي عندها هدف مشترك أن تتناغم مع بعض وتقدم الدعم لبعض، وهذا يجعل كفاءة التنفيذ أعلى. أيضا أيها الأحبة هذا بيساعدنا على تحديد متطلبات العمل، ما هي المتطلبات العمل اللي نحتاجها بكفاءة وفعالية حتى نحد من الهدر. أحيانا نحن حتى نقوم بتنفيذ أحد الأهداف تجدنا نستخدم طاقات وموارد نحن لا نحتاجها، ثم نكتشف بعد التنفيذ أننا أهدرنا كثير من مواردنا، أهدرنا كثير من طاقاتنا، ولم نحقق الهدف الذي نحن كنا نطمح إليه ونحن كنا نريده. إذن يجب أن يكون لدينا القدرة على تحديد ما الذي نريد أن نحققه وما هي متطلبات التنفيذ الحقيقية، حتى لا نضع ميزانيات تفوق الشيء المطلوب أو ميزانيات تقصر بناء على ما نريد أن نحققه بكفاءة وفاعلية.
أيضا رقم 4، زيادة القدرة على تحديد أسباب المشكلات وإيجاد الحلول. سنعرف من هنا إيش المشكلات تواجهنا، خاصة عندما نجلس مع فريق العمل نتناقش معهم نتحاور معهم نشركهم معنا بشكل كامل، فنعرف تماما ما هي الآن المشكلات التي ممكن أن تظهر، سواء كمشكلات حقيقية أو مشكلات متوقعة كسيناريو متوقع نستطيع أن نعرفه، ونضع حلول مبكرة حتى نخفض طلبات التغيير أثناء التنفيذ، وهذا سيرفع من كفاءة التشغيل بشكل كبير جدا. أيضا الدروس المتعلمة من حل المشكلات. 5، عندنا تمكين الموظفين من المساهدة في قيادة التغيير. فالموظفين عندنا الآن سيشاركون هم بأنفسهم في التخطيط، وسيشاركون هم بأنفسهم في بناء الفريمورك، أيضا هم بأنفسهم سيشاركون في عملية متابعة ما الذي نفذ ولم ينفذ، وهذا سيلهم موظفينا أن هم يكونوا بأنفسهم مشاركين وصانعين معنا في عملية الخطة وبناء الخطة، وهذا يجعل كل موظف يعرف تماما المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويعرف ما الذي يجب أن يفعله هو حتى يشارك في نجاح المؤسسة بشكل كامل. رقم 6، عندنا أيضا شارك هذا الإطار في إدارة عملية التحسين اليومي. فمن خلال هذا الإطار نستطيع أن نعرف ما الذي يجب أن نحسنه بشكل يومي، أينما كان من الخلل كيف نستطيع أن نحسن، وما هي نسبة النمو اللي عندنا موجودة، وبالتالي نستطيع أن نفحل عمليات الكايزن بشكل أكبر. أيضا رقم 7، زيادة القدرة على التنبؤ بالمخاطر وإيجاد الحلول مسبقا، بحيث نستطيع أن نوجد سيناريوهات مستقبلة لكثير من المخاطر ممكن تكون موجودة معنا، ونقوم أيضا ببناء سجل يسمى سجل المخاطر حتى نستطيع أن نعرف ما الذي قد يقابلنا في الطريق أثناء عملية التنفيذ. إذن استراتيجية OGCM تعتبر استراتيجية فعالة استفادت منها أكثر من 500 شركة من كبريات الشركات لهذه الأهميات. هذه الأهميات وضحت لهم أهمية هذا الدور الكبير. لعلك الآن تسألني سؤال، طيب كيف راح نعمل هذا الإجراء؟ كيف سنقوم بوضع هذه الاستراتيجية؟ حتى نقوم بوضع الاستراتيجية، أولا قم بكتابة الهدف الغاية اللي عندك موجود في الأعلى. احضر هذا النموذج، هذا التمبلت، قم بكتابة هدف الغاية عندك في الأعلى، اكتب هدف الغاية الموجود عندك. هدف غاية أنت تريد أن تحققه في سنة، تريد أن تحققه خلال 2-3 سنوات، ما هي الغاية الكلية التي ترى أن موظفينك يجب أن يركزوا عليها؟ وأدعوكم أنكم ما تكثروا أهداف غايات، ولكل هدف غاية ستوجد نموذج خاص بها. يعني أنت ممكن هذا النموذج راح تسويه أكثر من مرة لكل هدف غاية، فأنت ستخطط لكل هدف غاية وحده. إذا أولا احضر هذا النموذج، اكتب اولا هدف الغايه في الاعلى، ثم بعد ذلك هذا هدف الغايه حدد ما هي الاهداف العامه التي تحقق هذا الهدف الغايه. اهداف عامه معناها هي عباره عن تقسيم الغايه الى مجموعه من الاهداف ممكن تكون بعمليه تحقيقه. فنحن لا نستطيع ان نحقق نسبه الرضا في تعامل الموظفين، تعامل المراجعين مباشره معنا كعملاء. العملاء عندما يتعاملون معنا لا نستطيع ان نحقق نسبه الرضا دفعه واحده، لكن نستطيع باطلاق اكثر من هدف عام نستطيع ان نصل لهدف من تحقيق هدف الغاية، وهو نسبة رفع نسبة الرضا. وبالتالي ممكن نكون عندنا هدف لبناء يعني دليل إجرائي، ممكن يصير عندنا هدف لتدريب الموظفين، ممكن يصير عندنا هدف لعملية التمهير داخل العمل كممارسات. هذه كل الأهداف صب في هدف غاية كبير وهو تحسين نسبة الرضا كمثال. وأيضا بعد ذلك كل هدف عام حول هذا الهدف العام إلى استراتيجيات. ما الذي يجب أن تفعله في استراتيجيات الهدف العام حتى تستطيع أنك تحقق هدف العام؟ إذن اكتب الآن معي ما هي المراحل، ما هي الإجراءات، ما هي الاستراتيجيات اللي أنت تريد أن تعملها حتى تستطيع تنفذ هذا الهدف العام. ثم كل استراتيجية، كل مرحلة، ما هي مؤشرات قياسها؟ اكتب هنا ماذا ستقيس مؤشرات الأداء للأهداف الإجرائية التي راح تقوم بعملية تنفيذها. ثم بعد ذلك ابدأ حدد إيش هي الإجراءات التكنيكية، اكتب هنا إيش إجراءات التشغيل اللي أنت تريد أن تعملها. إذا نحن سنأخذ هدف الغاية، سنقسم هدف الغاية إلى أهداف عامة، والأهداف العامة سنحولها إلى أهداف استراتيجية، والأهداف الاستراتيجية سنحولها إلى قياس مؤشرات أداء، وقياس مؤشرات الأداء نحن سنقوم الآن بنقله إلى أهداف نسميها الأهداف إجراءات التكتيكية الموجودة معنا. إذا هذه الآن القدرة على نقل الأهداف العامة إلى استراتيجيات، إلى قياس مؤشرات أداء، إلى قدرة تكتيكية، هي هذه اللوحة، هذه الداشبورد ستساعد كثيرا المدير ورئيس القسم والمشرف على الموظفين، ستساعده في تتبع ما الذي ينفذ وما الذي لم ينفذ حتى الآن. ثم بعد ذلك نحتاج أن نسأل أنفسنا سؤالين، سؤال ماذا نفعل وسؤال كيف نفعل. ماذا نفعل نقصد به الإطار الاستراتيجي، وكيف نفعل نقصد به الإطار التشغيلي. فسنقوم الآن ببناء الشكل التالي: الهدف الغاية، حدد الآن ما هي أهداف الغايات اللي عندك مطلوبة، اكتب هنا ما هي أهداف الغايات اللي تريد تحقيقها، يعبر عنها دائما بطريقة كلمات وصفية تعبر عن أنت ماذا تريد تحقيقه. ثم بعد ذلك قم بتحديد ما هي أهداف العامة الخاصة بك ويعبر عنها بطريقة كمية، ما الذي تريد أن تحصل عليه بنهاية المشروع. ثم بعد ذلك قم بتحديد الاستراتيجيات ويعبر عنها بطريقة وصفية لتحديد ما هي المراحل التي تريد أن تعملها حتى تستطيع أن تحدد هدفك.
ثم بعد ذلك قم الآن بوضع قياس مؤشرات الأداء، ما هي الخطوات الإجرائية التشغيلية التفصيلية، وضع لكل خطوة إجرائية كمية، وضع لكل خطوة إجرائية مؤشر حتى تستطيع أن تقيسه، ثم في الأخير حدد معنا ما هي الإجراءات التكتيكية الصغيرة جدا، ماذا سنفعل، من سيفعل، متى سيفعل، حتى تستطيع أن تكلف أحد الموظفين بتنفيذه. أرجو أن تلاحظوا أن إطار استراتيجية OGCM يتطابق ويتداخل مع شيء نسميه مصفوفة الإطار المنطقي، وسبق أني شرحت مصفوفة الإطار المنطقي على قناتنا على اليوتيوب، ممكن تعودوا لها على قناة مهارات النجاح، اكتبوا مصفوفة الإطار المنطقي محمد العامري وراح تجدون أني شرحتها بالكامل، لأنها تتداخل كثيرا مع مصفوفة OGCM، فيحتاج أنك أنت تتعرف عليهم الثنتين وتمزج ما بينهم. كيف نستطيع أن نربط ما بينهم؟ استراتيجية الإطار المنطقي أو ما نسميها مصفوفة الإطار المنطقي هي استراتيجية تركز على نظام المتابعة والتقييم المبني على النتائج من 10 خطوات وفق أفكار يعني كيفية الإدارة بالأهداف عند في الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج. نحن نتحدث هنا عن كيفية الآن تحويل الإدارة بالأهداف إلى مراحل، وبالتالي نسأل أنفسنا سؤال: ما الآثار اللي تريد أن تتحقق بعد تنفيذ الهدف؟ ما الشيء الهدف اللي تريد أن يكون موجود في نهاية الأهداف؟ دراكر يؤكد على هذا الأمر، دراكر صاحب الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج يؤكد على أهمية أنك أنت تبدأ تضع لكل هدف عندك مجموعة من الخطوات، فتبدأ تسأل نفسك سؤال: ما الآثار؟ ما الأثر اللي سيحصل معي لو حققت هذا الأمر؟ ما هو الغاية الكبرى التي تريدها بنهاية هذا المنوال؟ ثم بعد ذلك أحدد ما هي النتاجات، النتاجات اللي عبارة عن أهداف عامة، ما هو الهدف العام اللي تريد أن يتحقق كنتاج يدل أن احنا ماشيين تجاه الآثار العام. ثم بعد ذلك ما هي المخرجات، ما الشيء الملموس كمخرج بنهاية كل مرحلة اللي يدلني أني فعلا الآن أنا حققت جزء من استراتيجيتي كاستراتيجية لتحقيق النتاجات. ثم بعد ذلك عندنا يا ترى ما هي النشاطات، ماذا سأفعل حتى أستطيع أن أخرج هذا المخرج أو أخرج هذه المرحلة وأنجز هذه المرحلة. ثم بعد ذلك عندنا ما هي المدخلات. لاحظوا معايا أن الآثار والنتاجات والمخرجات هي عبارة عن نتائج، هي نتائج للفعل، المحك الأساسي عندي في النشاطات. النشاطات هي ما الذي يجب أن أفعله حتى أستطيع أن أحصل على المخرجات وأحصل على النتاجات وأحصل على الآثار. ولذلك نحن نريد أن نوجه موظفينا لتنفيذ المهام، فإذا نفذوا المهام في مرحلة القياس نحن نستطيع أن نحصل على المخرجات ونحصل على النتاجات ونحصل على الآثار. لكن مهما كان عندنا من خطة استراتيجية جميلة لكنها بعيدة عن الخطة التشغيلية وبعيدة عن تنفيذ موظفينا للمهام بشكل تفصيلي، لن نستطيع أن نحقق أهدافنا بكفاءة. وبالتالي إحنا يجب أن ندرك أن إحنا نريد أن نتابع لكننا نحن نتابع نتاجات، الأساس عندنا هي النشاطات وتكاملها مع المدخلات حتى نستطيع أن نحصل على المخرجات. هذه السلسلة تجعل عندنا قدرة على التناغم معها بشكل أكبر. في مصفوفة الإطار المنطقي نحن نركز على الشيء التالي، أن كل عمل سيكون عندنا موجود سنقسمه لخمسة مكونات: المدخلات والنشاطات والمخرجات والنتاجات وهدف الأثر أو الأثر العام أو نسميه الغاية. على هذا الأساس نقدر نقول عندنا هناك أثر أو هدف غاية، هذا الهدف الغاية سيتحول معنا إلى نتاجات، هذه النتاجات تتحول معنا إلى مخرجات، ثم بعد ذلك عندنا أنشطة يقوم بها الموظف، ثم مدخلات تستخدم في عملية تحقيق الهدف. هذا كان مراجعة سريعة لإطار منطقي وربطه باستراتيجيتنا استراتيجية OCGM، وسبق كما قلت لكم شرحته بشكل تفصيلي في إطار منطقي. لكن لاحظوا معايا لما نقول عندنا مشروع، مثال على ذلك مشروع ما أثر الدليل الإجرائي على زيادة مهارات التواصل لدى موظفي خدمة العملاء في مؤسسة مهارات النجاح، فلنقول قلنا عندنا غاية، نحن نريد يكون عندنا دليل إجرائي يرفع ويحسن من تحسين علاقة العملاء مع الموظفين وعلاقة الموظفين مع العملاء في عملية التواصل داخل مؤسسة مهارات النجاح. وقلنا عندنا الآن نبغى نقيس يا ترى لو كان عندنا دليل إجرائي ما الأثر اللي سيحصل، وقمنا الآن باستخدام مصفوفة إطار منطقي، فسنستخدمها بالشكل التالي. سنقول عندنا الآن أولا عندي أثر أو غاية نريد أن تحصل: ارتفاع نسبة الرضا لعملاء مهارات النجاح. هذا الارتفاع نسبة رضا العملاء يحتاج مني أن أقسمه الآن إلى أهداف نسميها الأهداف العامة. هذه الأهداف، الهدف العام مثلا بناء دليل إجرائي لخدمة العملاء، هذا هدف عام كأنه جزء من مشروع. أنا لماذا أريد أن أبني هدف عام دليل إجرائي؟ أريد أن أبني دليل إجرائي حتى أساهم في عملية ارتفاع رضا العملاء. أيضا عندي هدف آخر، الهدف العام الآخر عندي تطبيق الدليل الإجرائي، فأريد أن أطبق الدليل الإجرائي حتى ترتفع عندي نسبة الرضا، وبالتالي أبغى أقيس بعدين ما أثر الدليل على خدمات العملاء. ثم بعد ذلك عندي الآن جمع، أنا عندي الآن مراحل كمخرجات أجمع عمليات الدليل، طباعة واعتماد الدليل، عندي مراحل أيضا تطبيق الدليل، قياس الدليل، أداء الدليل في التواصل، عندي بعد ذلك نشاطات سيقوم بها الموظف، عقد ورش عصف ذهني، توثيق 50 عملية، مراجعة، اعتماد طباعة، عندي أيضا مطابقة الفعالية والكفاءة، ثم المدخلات عندي مجموعة من المدخلات سأستخدمها لعملية القياس.
هذا كان عادة هو إطار منطقي، مصفوفة إطار منطقي واستخدامها. لاحظوا التقارب بينها وبين مصفوفة OCGM وكيف نربط ما بينها الآن. حتى بس أوضح الربط ما بينها، لو قلنا الآن بالشكل التالي أنه هذه الأهداف، الهدف العام هو عبارة عن أهداف غايات وهو مكلف بها المدير العام، هذه مكلف بها المدير العام حتى نستطيع أن نقيس ما الغاية الكبرى اللي نحصل عليها. فالغاية الكبرى تريد أن تحصل عليها المؤسسة هي ارتفاع نسبة الرضا عند العاملين في مهارات نجاح. هذه الغاية قد نحصل عليها في سنة، قد نحصل عليها في سنتين من التخطيط. وعندنا أهداف تسمى الأهداف العامة، هذه الأهداف العامة مدير الإدارات ورؤساء الأقسام هم المسؤولين عنها، مدراء الإدارات الآن. وبالتالي نسأل سؤال، ماذا نريد أن نحقق كأهداف عامة كنتاجات؟ ثم عندي هذه المرحلة، عندي أهداف مرحلية فيها مدراء مباشرين هم المشرفين التنفيذيين على الموظفين بشكل كامل، فسمى الأهداف المرحلية. أيضا عندي هذه المرحلة قد أقول بأنها عبارة عن الأهداف الإجرائية، الموظف المكلف بالمهمة. إذا لاحظوا معي أن الأهداف أربعة ستصنع من أعلى إلى أسفل، من هدف غاية إلى هدف عام إلى هدف مرحلي إلى هدف إجرائي. وبالتالي في عمليات قياسها سنقيسها بمؤشرات من أسفل إلى أعلى. هنا عندنا قد يكون عندنا مؤشرات الأداء الرئيسية 10 مؤشرات في العادة، عندي مؤشرات أداء قد تكون تصل ل 80 مؤشر تكون عند الموظف، وعندي مؤشرات نتائج قد تصل ل 80 النتائج قد تكون موجودة عند أيضا المدير مدراء العموم، وعندي مدراء الإدارات يحتاجون لمتابعة 10 مؤشرات. هذه اللوحة كانت موجودة معنا في مصفوفة الإطار المنطقي، تعالوا بنا نربطها مع استراتيجيتنا الخاصة بنا اللي نتكلم عنها اليوم، الاستراتيجية OCGM، عشان نفهم كيف تم بناء هذه الاستراتيجية والترابط ما بين العمليتين. فلو لاحظوا معي الآن إن لو سألنا أنفسنا سؤال ما هي هدف الغاية، اكتب هنا الآن هدف الغاية، وبعدين ابدا الان حدد اهداف تسمى اهداف مرحليه. فتلاحظوا نحن نتكلم بنفس الطريقه وبنفس المنوال، حدد الان اهداف مرحليه، ثم بعد ذلك حدد مؤشرات قياس، ثم حدد ماذا تريد ان تقوم به. اذا نحن نتكلم عن مصفوفه، هذه المصفوفه تتكلم عن ايش؟ عن افكار، يعني كيف نستطيع ان نقوم الان بعمليه استخدام الاداره بالاهداف لتنفيذها، افكار دركر وهي الاداره بالنتائج. اذا نريد ان نضبط الان ربط ما بين اهداف الغايات والاهداف العامه والاهداف الاستراتيجيه وقياس مؤشر والإجراءات التكتيكية. طيب تقول لي تعال أعطينا مثال، أعطينا مثال. فلنقول على نفس المثال السابق، لو قلنا بالشكل التالي في نفس المثال السابق، لو قلنا الآن عندنا هدف ارتفاع نسبة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من مؤسسة مهارات نجاح، هذا هدف غاية نريد أن نحوله إلى أهداف عامة. فقلنا كمثال أهداف عامة قد تكون 3 وقد تكون أكثر وقد تكون أقل بحسب احتياجك وبحسب طبيعة هدف الغاية الموجود. أنت تختار كم عدد الأهداف العامة، لا تتقيد بهذا التمبلت، ممكن تزوده أكثر ممكن تضعه، لك أهم شيء الفكرة الأساسية له. إذا نحدد الهدف العام عندي بناء دليل سياسات وإجراءات الخدمات العملاء في مؤسسة مهارات نجاح، تحقيق تطبيق دليل السياسات والإجراءات، قياس مدى العاملين في مؤسسة مهارات نجاح. ثم بعد ذلك أبدأ أحدد هذا الهدف العام إلى استراتيجيات مثل جمع وبناء تصميم عمليات دليل السياسات والإجراءات، اعتماد وطبعة دليل السياسات والإجراءات، هذا سيحقق عندي بناء الدليل. ثم عندي ذلك تدريب العاملين على الدليل، تسليم كل منفذ لإجراءاته، إلزام العاملين بتطبيق الدليل، هذا سيحقق عندي تطبيق دليل السياسات والإجراءات. عندي قياس مؤشرات الفاعلية، قياس مؤشرات مدى الكفاءة، هذا سيحقق عندي قياس مدى فعالية وكفاءة الأداء. ثم بعد ذلك أحولها إلى مؤشرات، ومن ذلك جمع 50 عملية. لاحظوا بدأت أتكلم الآن رقمياً، أرقام numbers، ما الذي أريد أن أقيسه؟ فأجمع مثلاً 50 عملية لإجراءات دليل السياسات والإجراءات، المراجعة المسموع عندي 3 مرات فقط، يمكن راجع الدليل كمسودة، طباعة دليل واحد فقط، تدريب إجمالي 60 موظف، تسليم إجمالي منفذين 60 موظف وهم منظفين في مؤسسة مهارات النجاح، واحد مؤشر فعالية التطبيق، مؤشر مهام غير منفذة، قياس مؤشر كفاءة التطبيق، قياس مؤشر أخطاء التنفيذ. ثم بعد ذلك عندي الآن الإجراءات التكتيكية، ماذا ومن ومتى. الآن سأكتب ما هي إجراءات التنفيذ سأقوم بها بالتنفيذ بشكل كبير جدا، ماذا سيفعل، من سيفعل، متى سيفعل. مثلا الاجتماع 60 موظف في يوم 1/6، أيضا حصر سياسات وإجراءات 50 عملية، رسم جدول إجراءات. وكما تلاحظوا أنا الآن أكتب التفاصيل بشكل كبير. إذا الآن الهدف الأساسي تصبح عندنا مثل هذه اللوحة، تخيلوا مثل هذه اللوحة موجودة عندنا في مكتب المدير معلقة في غرفة المخطط، نستطيع من خلالها أن نشاهد داشبورد يوضح لنا كيف كل إجراء ستتم. طيب هل سنتوقف عند هنا؟ لا، نحن الآن المفروض سنأخذ يعني بطاقة نسميها بطاقة الهدف. هذه بطاقة كل هدف غاية سنحوله الآن إلى أهداف عامة، وكل هدف عام سنربطه باستراتيجيات الخاصة به حتى يعرف كل موظف ماذا سيتم. ثم نأخذ هذه البطاقة وسنقوم بتثبيتها في جدار التخطيط عشان نكون بعملية متابعة كداشبورد خاص بنا. ما هي هذا النموذج سنستخدمه في كتابة الأهداف؟ هذا النموذج اللي عندنا نموذج نسميه نموذج إطار العمل لتحقيق أهداف الغاية وفي استراتيجية OGCM. هنا الآن أكتب هدف الغاية،
هنا اكتب هدف الغاية اللي تريد ان تقوم بتحقيقه. هنا الان اكتب هدف الغاية رقم واحد. ما هو هدف غاية رقم واحد؟ معنى ذلك ان ممكن يكون عندي هدف غاية اثنين، هدف غاية ثلاثة. اذا اكتب اولا ما هو هدف الغاية اللي تريده. رقم اثنين، اكتب الان ما هو الهدف العام الاول، الجولز الاول اللي يحقق جزء من هذه الغاية. فاكتب هنا هدف بطاقة لهذا الهدف، وكل يعني هدف عام سيكون له بطاقة خاصة به. اذا انا الان ساكتب ما هو هدف العام الخاص بي، ثم بعد ذلك حدد من مسؤول المهمة، من الشخص الخاضع للمساءلة. هذا ما نسميه مالك الهدف. من هو الشخص مالك الهدف اللي سيكون خاضع المساءلة وسنقوم بمساءلته بحيث نسأله ما الذي ينفذ بشكل عام؟ هو سيكلف ناس تحته، ممكن يكون مدير إدارة، ممكن يكون رئيس قسم، ممكن يكون مدير مباشر، حتى ممكن يكون موظف، لكن هو سيكلف آخرين العمل معه. إذا حدد هنا الآن من هو الشخص المسؤول عن هذا الهدف تنفيذه وخاضع المساءلة. ثم بعد ذلك حدد الآن ما هي مقاييس تنفيذ هذا الهدف، ما هو خط الأساس. ماذا نقصد بخط الأساس؟ اكتب هنا النتيجة الواقعية اللي تم تحقيقها سابقا. يعني مثلا كم حققنا احنا سابقا؟ فلنقول قلنا نريد ان احنا نرفع نسبة نجاح الطلاب في المدرسة. طب كم كان نسبة نجاح الطلاب السنة الماضية؟ نريد ان نرفع نسبة المبيعات. طب كم كان نسبة المبيعات السنة الماضية لدينا؟ نريد ان نرفع نسبة التطابق في تحديد الدليل الإجرائي. طب كم كان نسبة التطابق عندنا اول؟ اذا خط الأساس كم نحن كنا سابقا. طيب احنا منظمة جديدة اول مرة نسوي هذا العمل، ممكن ناخذه من خلال مقايسة مرجعية مع الاخرين. طيب ما حصلنا مقايسة، حط صفر، بس اهم شيء نعرف اين كنا. فخط الاساس هو الواقع، اين كنا وبعدين اين سنصل. وذلك ياتي عندنا المستهدف الواقعي. يجب ان تضع مستهدف لكنه واقعي يتناسب مع من؟ مع امكانياتك، مع امكانيات المنفذين، مع امكانيات الواقع كامكانيات، كموازنة، كامكانيات ادوات موجودة لديك. فضع رقم ايضا كمي كم تريد ان يكون موجود. للعلم فقط جودة تحقيق الهدف هو في الانتقال والتغيير من بين خط الأساس إلى الخط الواقعي المستهدف، وبالتالي عندنا انتقال من الواقع المأمول. هذا هو النجاح في عملية التخطيط. إذا حدد الآن ما هو مقياس النجاح عندك من خط أساس إلى خط واقعي، ثم حدد الآن ما هي الأهداف الفصلية. قد تكون على مستوى أيام، قد تكون على مستوى أسابيع، قد تكون على مستوى شهور، قد تكون مستوى سنوات. ما الذي تريد أن تحقق في كل ربع؟ وليس شرط أن يكون أرباع، ممكن يكون أنصاص، ممكن يكون أثلاث، لكن مهم جدا بالنسبة لي تحدد أنت متى تريد أن تقوم بعملية القياس. يعني تقول أنا سأقيس كل أسبوع، وماذا تريد أن ينتج معك في نهاية كل أسبوع، حتى نفتت الهدف العام إلى مراحل، إيش كل مرحلة ستكون موجودة. ثم بعد ذلك حدد هنا ما هي الحالة العامة، ما الذي أنجز بشكل كبير جدا حتى الآن. هل إحنا حتى الآن حققنا الهدف أو لم نحققه كامل؟ أين وصلنا مرحلة التحقيق؟ ثم بعد ذلك ابدأ الآن ضع الاستراتيجيات الموجودة. ضع هذا الجدول فيه ميم مسلسل، يعني 1 2 3 4. الاستراتيجيات معناها مراحل التنفيذ والخطوات الإجرائية، الإجراءات لعملية التنفيذ. حدد الآن من المسؤول. هنا الآن سؤال، ما الفرق بين المسؤول هناك أول في مسؤول مالك الهدف وبين المسؤول هنا؟ هنا المسؤول عن إجراء معين، المسؤول عن مؤشر معين سنقوم بقياسه. أما المشرف عليه هو المشرف الآن العام المسؤول عن كل المهمة. يعني أمام المدير العام المسؤول المهم الخاضع للمساءلة هو شخص واحد أمام المدير العام. هذا تفعيلا نظرية هنري فايل في وحدة الأمر ووحدة التوجيه في مبادئ الإدارية عند هنري فايل، أن يكون عندنا معرفة الآن كل واحد من المسؤول عن الجزء المسؤول به. ثم نحدد هنا من المسؤول، ثم حدد هنا من الزمن، متى سيكون البداية، متى سيكون النهاية. حددوا وبدقة، يحددوا باليوم والساعة عشان نستطيع أن نقيس متى سيكون عملية التنفيذ. ثم حدد مكان التنفيذ، أين سيكون، داخل منظمة، خارج منظمة. متطلبات التنفيذ، ماذا يحتاجون؟ هل يحتاجون مثلا أدوات، سيارات، جوالات، أجهزة حاسب؟ ماذا يحتاجون للتنفيذ؟ لماذا؟ حتى نقوم بعملية التمكين وعملية التمتين، أن نقوم بإعطاء الموظفين الآن إمكانيات تساعدهم في عملية النجاح في عملهم، وبالتالي يكون عندنا تفويض فعال. ثم حدد التكلفة، كم التكلفة المطلوبة حتى يستطيعوا أن يقوموا بهذا الأداء؟ كم مال، كم من المال نحن نحتاجه حتى ننفذ هذا الأداء؟ ثم حدد مقاييس النجاح الاستراتيجيات، وهي عبارة عن مؤشرات. هذه المؤشرات تقاس بشكل كمي. هنا أنت ستكتب عنوان المؤشر، لكن يجب أن يكون لديك بطاقة سمى بطاقة مؤشر. ممكن أن تعودوا إلى قناتنا على اليوتيوب، قناة مهارات نجاح، سجدوني أيضا شرحت بطاقة بناء مؤشر. كل ما عليك أن تكتب في اليوتيوب بطاقة بناء مؤشر تجدني شرحتها بالتفصيل وشرحت مكوناتها. ثم حدد من المشرف، من الشخص المشرف على المنفذ، عشان نعرف تماما من سيكون، وعادة يكون هو نفسه الخاضع للمساءلة.
ثم حدد مستوى الحالة لهذا الإجراء تحديدا، هل تم تنفيذه ولا لا. باكتمال تنفيذ الحالات كلها ستكتمل معنى الحالة العامة. لذلك عندنا الآن لتسهيل عملية المتابعة في الحالات سنحدد كل حالة كيف تمت. الآن سنقول عندي الآن أصابع لون أخضر مثلا في طور التنفيذ، أخضر خفيف في طور التنفيذ، أن الآن يصل الآن هذا الإجراء يتم عملية التنفيذ وحتسهل عليه عملية المتابعة، فأضع هذا السطر كله بطور التنفيذ وقد أجعله أخضر غامق. إيش معنى؟ اكتمل التنفيذ، دن خلاص هذا الإجراء انتهى، وهذا يساعدني على التبع ما الذي حصل. طب إذا كان عندي حصل فيه أنه في حالة خطيرة، هذا الإجراء يحتاج إلى التدخل، يحتاج إلى مراقبة، فسأضعه باللون الأصفر حتى أحدد ما الأشياء اللي فيها خطورة في عملية التنفيذ، وقد أضعه باللون أحمر معناه حدد أنه تم إيقافه، ونجتمع ونشوف ليش تم إيقاف التنفيذ، لماذا حصل، وبالتالي الآن يحصل معي عملية متابعة. ونتيجة لعمليات المتابعة اللي راح تتم لكل إجراء سأحدد ما الحالة العامة اللي احنا موجودة عندنا، هل نحن تقدمنا، هل نحن نفذنا أم لا. اعطينا مثال، سأعطيكم مثال على هذا الأمر، فلاحظوا هذا مثال أيها الأحبة. لو قلت عندي كالتطبيق على نفس المثال الأول، لدي هدف غاية كبير، ارتفاع نسبة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة في مؤسسة مهارات النجاح، هذه غاية شاملة عندي أريد أن أحققها. طيب حتى أحققها كغاية سأقوم بوضع بطاقة اسمها بطاقة هدف. لو لاحظتم أول كان عندنا ثلاث أهداف عامة، لكل هدف عام سأضع له بطاقة واحدة وسأتابعه وحده، وسأضعها أمامي في القاعة كما تلاحظون مثل الأوراق اللي خلفي، سأضعها أمامي حتى أستطيع أراقب كل هدف كيف يتم عملية إجراءه. هذه الأوراق اللي خلفي نسميها نحن غرفة المخطط، إننا أتابع من خلالها ما الذي أجرى الموظفين عندي. عندي 60 موظف، أبغى أعرف كل واحد منهم ماذا أجرى، أين وصلنا في التنفيذ، وهذا يجعل الموظفين بأنفسهم يحضرون ويضعون علامات صح نفذ أو لم ينفذ حتى الآن. فبالتالي أنا الآن سأضع هدف عام. لو قلت عندي الهدف العام الأول بناء دليل السياسات والإجراءات لخدمات العملاء في مؤسسة مهارات النجاح، إذن هو دليل كم؟ واحد. ما يحتاج نقول بناء دليل السياسات والإجراءات واحد، لكن لو كان عندي أكثر من شيء سأضع رقم. إذن أنا عندي رقم واضح أنه ضمنيا واضح أنه واحد فقط، بناء دليل السياسات والإجراءات. بعد ذلك حدد من المسؤول، قلت المسؤول الخاضع للتنفيذ عندي مهندس يوسف عباس، هذا مهندس يوسف عباس هو المشرف على بناء هذا المشروع، فهو المسؤول أمامي أنا كمدير عام. ثم بعد ذلك ضع خط الأساس، قلت إحنا أول كان عندنا دليل إجرائي كان فيه 32 عملية، الآن خط المستهدف عندنا أن يكون لدينا دليل إجرائي واقع 50 عملية. إذا عندنا كان عندنا أول 32 عملية تحتاج تدقيق، تحتاج عملية بحث من جديد تحديث لها، وأيضا في حدود يعني عمليات جديدة 18 عملية جديدة ستضاف، وبالتالي الآن واضح بالنسبة لي كم خط الأساس، واضح بالنسبة لي كم خط المستهدف. ثم بعد ذلك حددت الأهداف الفصلية المقاسة عندي، أنا سأقيسها على شكل أربع أسابيع، يعني خلال شهر المفروض يكون تم هذا التنفيذ. فقلت عندي كالتالي 15 عملية في الأسبوع الأول، 15 عملية في الأسبوع الثاني، في الأسبوع الثالث عندي 10 عمليات، لماذا؟ لأن سيدخل معها المراجعات، وعندي في الأسبوع الرابع اعتماد وطباعة، سيكون أسبوع كامل نعتمد في ورش عمل أيضا عندنا اعتماد وطباعة. طبعا هذا العمل لن يعمله وحده، هو سيعمله من خلال الموظفين، سيكون عندنا ورش عمل لهم حتكون بعملية إجراء. وهنا بعد ذلك عندي الآن يا ترى إيش الحالة العامة للتنفيذ. ثم بعد ذلك حددت الآن إيش هي الاستراتيجيات اللي سأستخدمها، فحددت الآن ميم مسلسل، الاستراتيجية، المسؤول، زمن من إلى، مكان التنفيذ، متطلبات التنفيذ، التكلفة، مقياس النجاح، من المشرف، ما الحالة. وبدأت الآن كتبت أول عملية عندي الآن جمع 50 عملية لإجراءات دليل السياسات والإجراءات، المسؤول عنها المهندس صالح الشطيري، لاحظوا الآن يختلف عن يوسف، يوسف سيكون مشرف عليه. الزمن عندي التنفيذ من 1/1 إلى 23/1، سيكون عندنا عملية الجمع لأنه سيكون مسؤول عن كل الثلاث الأسابيع. بعد ذلك عندنا مكان التنفيذ، قاعة التدريب، متطلبات التنفيذ عندي 50 موظف، قاعة ورش العمل، التكلفة 3000 ريال عشان يسوي ورش العمل ويطلع المعلومات من 60 موظف، وعندي مقاييس رسم إجراءات 50 عملية، فعندي هذا المؤشر كمقياس، وبالتالي سأقيسه كيف؟ عندنا سأقيسه بالشكل التالي، سأقيسه مؤشر فاعلية، بما أنه رسم إجراءات إذا مؤشر فاعلية، وسأقيسه بالكفاءة، كيف ستقيسه؟ سأقيسه بالشكل التالي، الآن سأقيسه عدد الإجراءات اللي تم رسمها تقسيم إجمالي عدد الإجراءات ضرب 100، وبالتالي سأستطيع أن أقيس الآن، أقيسه بمؤشر، عندي الآن فلنقل إن هم سووا 20 إجراء، فبالتالي حتى الآن لم يصل نسبة ممتاز، ما زال حتى الآن منخفض، ثم المشرف عليه مهندس يوسف عباس وما هي الحالة. ثم عندي الإجراء الثاني اعتماد وطباعة دليل السياسات والإجراءات، سيقوم بالأستاذ نصر، لاحظوا أنه سيبدأ بعد ما ينتهي الأخ صالح، وبالتالي هو سيبدأ من يوم 24/1 إلى 30/1 في قاعة التدريب، عنده طباعة، عنده مسودة يحتاج 10,000 ريال عشان يطبع الأدلة واعتماد الدليل، يعتمده من رئيس مجلس الإدارة مع المهندس يوسف، هو سيقوم بعملية اعتماده. ثم أنا أحتاج هنا الآن أن أعرف
كيف أستطيع أن أقوم بعملية المتابعة، هل نفذ أم لم ينفذ؟ فسأضع مجموعة ألوان، لون أخضر في طور التنفيذ، لون أخضر غامق في اكتمال التنفيذ، لون أصفر كما قلنا في حالة خطيرة أن هناك تعثر وبالتالي ممكن تتعثر العملية اللي بعده، لون أحمر معناه تم إيقاف التنفيذ لظروف ما طارئة أو شيء معين تم إيقافه، فنعرف أنه الآن أوقف تنفيذ هذا الإجراء. هذه اللوحة راح تساعدنا بكل بساطة وبكل سهولة على تتبع عمليات التخطيط الاستراتيجي وربطها بعمليات التخطيط التشغيلي وتتبع عمليات التخطيط التشغيلي، وأيضا معرفة من الموظفين اللي قاموا بالتنفيذ وما الذي نفذوه حتى الآن. بكذا نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نرفع من كفاءة التخطيط الاستراتيجي ونرفع من كفاءة التخطيط التشغيلي. هذا الأمر أيها الأحبة سيساهم بشكل كبير جدا في رفع كفاءات التخطيط. لذلك نحن نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن نكون من خلال هذا العرض قدمنا لكم عرضا بسطنا في عمليات التخطيط، سهلنا عمليات التخطيط، جعلنا عملية التخطيط كلها في نموذج واحد. وقد تسألني سؤال فقط أؤكد عليه، كل هدف غاية سيحتاج له إلى مجموعة أهداف عامة، كل هدف عام سيحتاج له نموذج، مثل هذا النموذج ينحط عندنا في غرفة المخطط ونتابع مع الموظفين، وسنوقع كل موظف أنه استلم نسخة من هذا الهدف حتى يكون هو يعرف تماما الذي أنجزه في هدفه، وحتى يستطيع أيضا مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام متابعة ما الذي أنجز في أهدافهم. وبالتالي الآن نحن نقوم بعملية تكوين داشبورد يساعدنا، داشبورد أقصد به لوحة القيادة الاستراتيجية اللي مجموعة من مؤشرات ومجموعة من هذه الأهداف العامة تساعدنا على قياس ما الذي تم تنفيذه حتى الآن. وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيرفع من كفاءة وإنتاجية منظماتنا سواء كانت قطاع حكومي أو قطاع خاص أو قطاع خيري. إخوتي الكرام، التخطيط هو تحويل غير المعلوم إلى معلوم إلى أكبر قدر ممكن. بهذا الاستراتيجية نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نربط ما بين أهدافنا الاستراتيجية وأهدافنا المرحلية، وأن يكون لدينا قدرة على تحويل غير المعلوم إلى معلوم إلى أكثر شيء ممكن. شكرا لكم أيها الأحبة. أكرر مرة أخرى باسمي وباسم مركز الإتقان الدولي شكركم على متابعتكم مثل هذه المقاطع الفيديو. أتمنى منكم أن تتابعوا قناتنا، ضعوا متابعة على القناة، أيضا أن تنشروا هذا الفيديو بقدر ما تستطيعون حتى يصلكم بإذن الله سبحانه وتعالى الجديد وأن تستفيدوا منها بشكل أكبر. منظماتنا كلها أيها الأحبة بحاجة للتحسين، منظماتنا جميعا بحاجة أن نطور في إمكانياتنا. التخطيط عملية سهلة لها قوانين ولها أصول، لو اتبعناها بإذن الله سنحصل على نتائج فعالة. استمتعوا بالتخطيط واستمتعوا بتنظيم تنسيق منظماتكم بشكل كامل. هذه أرقام تليفوني، هذا أرقام التواصل معنا، تواصلوا معنا بأي استفسار أي استشارة في أي لحظة. نحن نسعد لأن نقدم لكم الممتع والمفيد في مجال تطوير أعمالنا في العالم العربي. لدينا هدف أساسي في مكتب مهارات النجاح وفي مركز الإتقان الدولي هو النهضة بمجتمعاتنا العربية لنصل لما يليق بنا نحن كرواد للمعرفة ورواد لصناعة الثقافة بإذن الله سبحانه وتعالى. اتصلوا بنا حتى نتبادل الأفكار ونتبادل المعارف. شكرا لكم وانتظروا الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.